وبالتالي لا يوجد ثمن يعني يعادل هذا الإحساس والشعور لدى آباء هؤلاء الأطفال وأمهاتهم. والشعب اليمني جميعا يعني يعزي كل من أصيب بهذه الفاجعات الكبيرة، ونحن أولهم يعني كمواطنين. قد يحدث هذا لأبنائنا وأقربائنا في كل مكان، خاصة وأن هناك ضلع أيضا للأمم المتحدة في الأمر مع الحوثيين والفساد المستشري يعني والمشارك به ما بين منظمات دولية وما بين الحوثي. نعم. حيث هذا المرض بالتحديد يعني تعنى منظمات الصحة العالمية بقلب الأدوية إلى اليمن، وقد تتفق مع الحوثي يعني في تقاسم عائدات معينة للأدوية، خاصة وأنهم بدأوا يوزعوها في الصيدليات. أيضا عملية الشراء لهذه الأدوية كانت عبر المنظمات الدولية، وهناك دلائل كثيرة يعني ليس في الدواء فقط والغذاء وغيرها، يشترون أمور مقربة على الانتهاء، وبالتالي سوء التخزين وصعوبة الوصول توصلها وهي فاقدة لصلاحيتها. نعم. هناك أيضا الإجراءات التي لم تتم والتي أوقفها الحوثي، من إجراءات هامة جدا لدى هيئة الدواء في صنعاء، وهي بموجب القانون العام المعمول به يعني، وكانت من أشد الإجراءات التي يستورد بها التجار والشركات الوكيلة للأدوية أدويتهم من المصانع بعد زيارة تلك المصانع والإشراف عليها والتأكد من فحص وسلامة التخزين والنقل وإلى آخره. نعم. هذه كلها الإجراءات لم يكترث لها الحوثي، لأنه أتى من بيئة غير طبية.